جمال. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. سلام عليكم. وسط الزحمه اللي جوه واللي بره، اللي جوه قصدي محليا يعني وبره دوليا، ووسط التفجيرات اللي جوه واللي بره اللي كلها نأسف لها ونتضايق، ووسط الحاجات اللي مش أصلي اللي حوالينا، بنحس كل مرة إن يمكن تكون مهمتنا صعبة، إن إحنا نقدم برنامج أسبوعي فيه حاجات أصلية، فيه حاجات حلوة، فيه حاجات حقيقية، فيه حاجات ملهمة. بس الحقيقة إن كل أسبوع بنخسر الرهان، لأنه بنلاقي دايماً ناس وحكايات زي الذهب، مش بريق بس، إنما بريق ومعدن أصلي. بنلاقي وسط الزحمة دي مش حاجة ولا اتنين، لا بنلاقي حاجات حلوة على أصعدة مختلفة. المهم إنه يبقى عندك العين اللي تلقط الحاجة دي، ويبقى عندك القدرة إنك تقدمها للناس. ما بقولش إن هي مهمة سهلة قوي، بس هي مهمة مش مستحيلة، ما هياش ميشن امبوسيبل على رأي الفيلم، لا هي مهمة، محتاجة مجهود، محتاجة إخلاص، محتاجة رغبة بالأساس إنك تقول أنا عايز وسط الزحام والصخب والتقليد أدور على حاجة أصلية حقيقية حلوة. في إرادة إنك تعمل ده هتلاقي ده. النهاردة جايبين لكم مش حاجة حلوة، جايبين لكم حاجات حلوة، حاجات يمكن تخلينا نعيد النظر في كم الغث بالفصحى، يعني الحاجات اللي ملهاش قيمة، الحاجات الفيشينج، الحاجات الفالسو، الحاجات أي كلام. في كل الحاجات لأي كلام، لا، في حاجات بجد تستحق، بجد تستاهل، بجد حاجات حلوة. خليكوا بس معنا في الحلقة. هو شبه اينشتاين. ده ايه ده؟ انت اينشتاين؟ تعالى نتصور معاك. واحد قاعد على الارض. انا يهمني قوي انها تبقى من غير قصد. عايزين نتكلم بقى عن الطب. الوقت ده كان صعب يعني لاسباب كتيره. في حاجه ما ينفعش نعمل نفسنا مش واخدين بالنا. وانا مش خجلان ولا حاجه، انا قاعد هايل الحمد لله. بغني بقى فيها حاجه حلوه وعامله بقى مش عارف ايه. شهاده نسجلها يا جماعه. لا وبعد منتصف الليل كمان. لا احكي لي بالتفصيل بقى. ولقيت الموسيقار الكبير عمر خيرت راح قايم ومسقف وهو واقف. اول مره تحكي الحدوته دي. اه ده حقيقي. انت فيكي شبه من ام كلثوم، انا عايزاكي في التمثيل معايا. اعملي اغانيكي. في صعوبات بقى كتير. اللي بيع فيا ويتحكم انا مش هرجع له. المشهد ده هو المشهد اللي تخيله بيرم التونسي. وين يا ابن سهيل راعية الغنم؟ لكل مجام سلام وكلام، سلام الله على الأغنام. لقطوك ازاي وادوكي الختم للمشاكل دي بقى؟ لا ما انا برضو عايز افهم. قد اللي فات يا محمد بحبك. يعني حتى لو مستعدة تخرجي هتقولي لا ما بخرجش. ازاي في حضنك ملمومين كده؟ هنبتدي بصورة كانت انتشرت مؤخرا على الانترنت، وكان بيتداولوها في البداية ناس من الوسط الطبي، دكاترة، جراحين، أساتذة جامعة في كلية الطب أو كليات الطب. بعد كده بقت منتشرة عند ناس كتيرة ما تعرفش الراجل ده. واحد قاعد على الأرض وساند راسه على حاجة أشبه بقى ترابيزة، سرير، شيزلونج، كرسي، ما تفهمش هو في حالة إعياء ولا حالة كسل ولا حالة لا مبالاة، لحد ما تقرأ التعليق كاتبه واحد من تلامذته. كاتب بيقول اللي قاعد على الأرض ده مش دكتور امتياز ولا نايب ولا حتى أخصائي، ده أستاذ دكتور حسين خيري، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بالقصر العيني.
دكتور حسين بقاله 25 سنة بينزل محاضرات دعم للطلبة الفرقة السادسة، بيشرح لهم الجراحة كاملة بدون ما يحصل على أي أجر لمدة 25 سنة عشان يوفر عليهم ثمن الدروس. دكتور حسين راجل متواضع جدا، وطول الوقت في الكلية وسط الطلبة أو في المستشفى وسط العيانين، وده لأنه ما عندوش عيادة خاصة ولا بيشتغل في مستشفى خاص عشان يكسب ألفات، بيشتغل في القصر العيني وبس. الصورة دي له وهو قاعد على الأرض بيستريح بعد عملية طويلة ومتعبة أيام ما كان عميد القصر العيني. اللي قاعد ده في حالة تأهب ما بين عملية وعملية تانية. لولا الشخص عماد محمد اللي كتب الصورة وكتب التعليق، يمكن محدش كان هيعرف المعلومات دي عن دكتور حسين غير تلامذته، الطلبة بتوعه، زمايله. إنما بقى في ناس كتيرة أكتر عارفة عن الدكتور ده، بس الصورة الحقيقة مش جايبة وشه، مش جايبة ملامحه. هو لما تشوف ملامحه تحس إن هو مش دكتور، تحس إن هو فنان بوهيمي، شكله كده مش شكل الدكاترة أو أساتذة الجامعة اللي إحنا متعودين عليهم. وعشان أقرب لكم الموضوع أكتر، هو شبه أينشتاين. عارفين ألبرت أينشتاين بشعره؟ هو شبهه كده. اللي على اليمين هو العالم الشهير أينشتاين، واللي على الشمال دكتور حسين خيري عميد القصر العيني سابقا، واللي فاز في انتخابات نقابة الأطباء باكتساح وبحب قبل الاكتساح. خلينا نستقبل الطبيب الملهم دكتور حسين خيري. اهلا يا دكتور، اهلا بحضرتك، اتفضل. لا اينشتاين جدا، اينشتاين جدا. طيب نغير يعني؟ لا لا، ما مش معترضين خالص. اولا انا مش بس برحب بحضرتك، انا ممنونه لوجودك معانا، لانه دكتور حسين مش عارفه اقولها ازاي، بيخاف من الاعلام، مش عايز يبقى يخلط ما بين اخلاصه وتفانيه في القصر العيني وانه يكون بيتكلم عليه في حاجه. انت ما مش مستريح قوي مع الاعلام. لا يا فندم، انا بس زي ما حضرتك بتقولي كده، يعني مش عاوز اخلط ما بين اي حاجه بعملها وبين انا استعملها لاي يعني اغراض شخصيه. اغراض شخصيه يعني تبقى بتحقق استفاده من الظهور الاعلامي على اساس مثلا ان انت عندك عياده فالزباين هيجوا لك على العياده. بالظبط. بس انا متعود الحقيقه ان انا. بس انت ما عندكش عياده يا دكتور، ايه الفايده اللي اتحققت؟ لا ما عنديش فعلا، بقى لي 5 سنين ما رحتش عياده، ده حقيقي. حضرتك بقى لك 25 سنه او اكتر بتشتغل في القصر العيني بدون صخب، بصمت بس باخلاص، لحد ما الصوره دي نزلت على الانترنت. احكي لي كده لما شفتها كان رد فعلك ايه؟ هو كان احد الاطباء الامتياز اعتقد كان صورها، بس هي كانت في فتره قبل ما ابقى العميد. الحقيقه كانت في فتره قبل العميد، هو الناس خدوها ان انا يعني تعبان قوي ورحت استريح، بس هو فعلا كان بين العمليتين وكنت بلتقط انفاسي وبس. فهي يعني اثرت يمكن يعني رد فعل اكتر من اللي كانت متوقعه انها تثار. احنا معظم الوقت بنتكلم عن بنشتكي من الدكاتره يا دكتور، يعني بنتكلم عن انه اصل الدكتور الفلاني تروح للمستشفى يحولك على عياده، بنتكلم على فكره احيانا الكفاءه، احيانا الضمير. الصوره دي كانت حاجه يعني لو في اكبر شركه بي ار في الدنيا عايزه تعمل دعايه للطبيب المصري، مش هتلاقي احسن من الصوره دي تمثل الدعايه الحقيقيه للطبيب المصري المخلص. عايز تفتكري كده فعلا؟ الحمد لله. يعني هو انا يهمني قوي انها تبقى من غير قصد، يعني هي دي اكتر حاجه انا بحبها تحصل، ان الحاجه لو حصلت من غير قصد تبقى اكتر صدقا. فالحمد لله الصوره دي اتصورت بدون قصد وانتشرت بدون قصد، فانا مطمئن لان ما قصدتش اي حاجه. ولا يكون واحد تاني يا دكتور، اصل انت بشكلك وشك مش باين. لا هي صورتي يا فندم.
طب احكي لي عن ملابسات اليوم ده، العمليه اللي قبل واللي بعد. لا اعتقد دي كانت في الطوارئ، اعتقد انها كانت في الطوارئ، و حضرتك عارفه طوارئ القصر العيني بتبقى بيجي لنا اعداد من المواطنين كبيرة. كتير قوي قوي قوي، وبتبقى غالبيتهم بيبقى الشغل الجراحه بالليل، وبنبقى بنشتغل عمليه ورا عمليه ورا عمليه، وشغل الاوعيه الدمويه بالذات بيبقى يعني محتاج جهد اكتر وساعات اطول. ف يعني انا فاكر العمليه دي كانت ما بين عمليتين في اصابات الاوعيه الدمويه، وكنت بس التقط انفاسي. بس عاوز ارجع لحاجه حضرتك قلتيها كده، انه كميه الطب اللي بتمارس بين الاطباء على مستوى عالي جدا يمكن ما نسمعش عنها، والاطباء وكميه يعني ايه التعاملات الطيبه اللي بتحصل ما بين الاطباء وبين المرضى اكتر اي من ما نقدر نحصرها. لكن يمكن بيجي لنا كذا مثل هم اللي يعني بيثيروا تساؤلات حول العلاقه دي. بس انا بعتز جدا بعلاقه كل الاطباء اغلبيتهم مع المرضى. دكتور حسين، سمعتك وصيتك وخليني محبه الطلبه والاجيال اللي اتخرجت من تحت ايدك سبقت بكتير فكره انك تبقى نقيب الاطباء. ويمكن كان في نوع من التفاجؤ الفرح وسط، يعني ما كانوش متخيلين انك تترشح، لان مش شخصيتك قوي انك بتحبش الاضواء بشكل عام، وفي نفس الوقت فرحانين انه استاذهم اللي عنده مبادئ وبيطبقها هينزل نقيب. احكي لي على تجربه انتخابات نقابه الاطباء. يعني هو حوالي 3 شهور كده قبل موعد الانتخابات ابتدينا نتكلم على الحكايه دي، اذا كنت اتقدم للترشح ولا لا. في الاخر انا تقدمت وانا يعني قلق اتقدم ولا لا. وكان في فتره بعدها بيبقى في فتره ممكن الواحد يتنازل عن الترشح في فتره من الفترات، ولكن في النهايه انا يعني كملت. والحقيقه ما كناش قادرين نتوقع هتبقى ايه نتيجه الانتخابات. كان ناس كتير قوي. طبعا افهم مش بتاع حضرتك، مش بتاع الدعايه والتربيطات الانتخابيه، مش الشخص ده حضرتك. لا لا الحمد لله ما عملتش كده الحمد لله. ايوه بس ده مش عيب يعني. بس ما بقول الحمد، بقول الحمد لله. اه طبعا. لا لا ده انا مبسوط بالحكايه دي. ويمكن اللي اداني شويه تجربه في الموضوع ده ان حضرتك عارفه كان من حوالي 4 سنين كان اختيار قيادات الجامعه كانت بتتم عن طريق انتخابات. وكان دي كان بقى لها فتره طويله اتحولت طريقه التعيين، وبعد كده من 2011 رجعت للانتخابات. ودي كانت الحاجه اللي ادتني شويه تجربه، ولانه برضو انتخابات العماده دي تمت بطريقه يمكن حضرتك سمعتي عنها. آه ازاي طبعا. تمت بطريقه نزيهه وشفافه جدا. دي كانت اول انتخابات العمداء بعد يناير على طول، دي في 2011. كانت سبتمبر 2011. كانت دي سبتمبر 2011. وبرضه ما كانش في دعايه شديده لها، لكن تمت بطريقه يعني نزيهه وشريفه وشفافه جدا جدا. و يعني وقت انتخابات النقابه حصل نفس الموقف الحمد لله. الحمد لله. عايزاكم تشوفوا معايا دكتور حسين غالبا بعد ما خلصت فتره عمادته لكليه القصر العيني، والطلبه وهم بيقدموا وهم قاعدين حواليه وهم بيشكروه، مش بشكل رسمي ولا بشكل هم مجبرين عليه. تفهم وتحس يعني ايه دكتور قاعد وسط الطلبه بتوعه وهم عارفين قيمته وبيحبوه. نقف بعد انقضاء 3 أعوام من فترة عمادتك لقصر أحمد العيني باشا، نشكرك ونحاول التعبير عن حبنا بحفلة أو 2 أو 100.
مش هنقدر نوفي حضرتك جزء واحد او نعبر ولو بكلمة واحدة عن حبنا ليك واحترامنا ليك. حضرتك عملت من نفسك رول موديل لكل واحد موجود هنا، حب يكون ناجح في حياته، في دراسته، متفوق واجتماعي ويجمع بين كل الصفات الحسنة دي في وقت واحد. مهما اتكلمنا عنه مش هنوفي حقه، يعني لا من الناحيه العلميه ولا من ناحيه دعم الانشطه الطلابيه. طول الوقت موجود، طول الوقت بيلفلف على الطلبه، طول الوقت بيبقى سبورت لينا، عامل لنا برامج كتير قوي بيخلى الطلبه من اول سنه تخش المستشفى. كنت لسه في سنه اولى وكنت المفروض رايح رياده الجراحه ان انا احضر عمليات، طبعا ما كانش بيحصل ده قبل كده وما كانش ليا مكان، فهو خدني معاه حضرت معاه عمليه ليه هو شخصيا وبدا يتناقش معايا في العمليه. كان انا فاكرها بريكال ارتري سودو نيرزم، وقعد يشرحها لي وقعد يتكلم معايا فيها. كان وقت ما خلصت العمادة وكان تفرق معي ان انا افضل ليا يعني تعاملات قريبة مع الطلبة، لكن هي مشيت كويس خالص الحمد لله. طيب قبل ما ادخل في جزئية النقابة وافكارك الواضحة جدا بالنسبة للتدريس في الجامعة وانه ازاي يبقى في اجيال تبقى وهي بتتخرج عارفة ان هي هتدرس بالظبط، مش يجي الموضوع يعني شغلانة وخلاص. عايز اسال حضرتك مين اول واحد قال لك انه شكلك فيه من اينشتاين؟ إيه والله ما فاكر، بس هي انا دي برضو حاجه مش مقصوده يعني ابتدوا الناس يشوفوا مش عارف ازاي يبقى في شبه، بس يا ريت يبقى في شبه ذهني يعني، بلاش الشبه يعني مش يبقى كده احسن يا فندم ولا ايه؟ لا يعني ناخد الفايده بتاعت نوبل برايز والفكر بدل بس الشكل اللي هو برضو مختلف. بس ما في يعني امتى في انهي مرحله من كام سنه قالوا لك ده انت شكلك شبه؟ لا من فتره من 7 سنين كده ولا حاجه. من 7 سنين ابتدوا، وكنت ساعات فعلا ابقى مسافر في حته ويقولوا لي ايه ده انت اينشتاين، تعالى نصور معاك بره مصر حتى، فما اعرفش اتلقطت ازاي الحكايه دي يعني. بس انا مش شايف ان في شبه. مش شايف؟ لا انا مش شايف ان في شبه، ويمكن بس عشان ال يعني مش شايف ان في شبه. حضرتك شايف ان في شبه؟ انا شايفه جدا، انا شايفه شبه جدا يعني هو اينشتاين له صور بنضاره ولا ملوش بنضاره؟ تهيلي لو لبس نضاره اعتقد يبقى اعتقد صور بنضاره. طيب دلوقتي كنقيب للاطباء شايف ايه اولوياتك يا دكتور حسين؟ هنرجع تاني يا فندم نقول نفس الكلام، ان هو التدريب والتعليم الطبي يعني هو اهم. دي اولوياتك؟ دي الاولويه طبعا. احنا كلنا عندنا الشعور الواضح بانه لو الاطباء الخريجين بالذات خدوا فرصه تدريب وتعليم يعني متميزه ده هيفرق معنا في كل حاجه. بس حد ممكن يقول لك انا اهم حاجه بالنسبه لي المستشفيات الجامعيه، انا عندي مشكله في يعني، ممكن تبقى اولويات تانية. هو احنا هو في مثلث، المثلث ده ايه؟ اللي هو المنشأة الطبية، الطبيب ومهاراته، ظروف العمل. فاحنا عندنا بنعمل في المثلث ده، ان احنا ازاي زي ما حضرتك بتقولي كده نحسن كفاءة المنشأة الطبية بتجهيزاتها ومستهلكاتها وكمنشأة، والجزء الثاني اللي هو الطبيب والتركيز على أدائه وتميزه، مش بس المهني والأكاديمي، الأدبي والأخلاقي والجزء ده. والجزء الثالث بقى اللي هو ظروف عمله. ظروف عمله من ساعات العمل ومن حافظه والعدوى وكل وحقوقه، تحسين ظروف عمله، تحسين ظروفه كمهنة بقى. طيب ايه أسوأ صورة ممكن تشوفها لمستشفى أو مستوصف في مصر يا دكتور؟ يعني الصورة اللي نفسك تختفي في أسرع وقت ممكن. هخيرك يا ريت صورة القطط اللي بتتجول في العنابر، صورة حلل الطبيخ اللي ممكن تبقى تحت السراير، صور المرضى اللي ممكن يكونوا قاعدين على الأرض أو نايمين على الأرض. في صور كتيرة مؤسفة بالنسبة لك كطبيب أو لا بالنسبة لك كنقيب أطباء، شايف إيه أسوأ؟ ده معزة
بس يعني بس دي اكستريمز برضو يعني احنا برضو دي اكستريمز يعني مش ده بس موجودة المستشفى المتوسطه في مصر يعني فيها معزه وقطه ويعني لا انا يهمني قوي زي ما حضرتك بتقولي ضبط المنشاه كمنشاه ومن ناحيه النظافه والنظام والعدوى يعني دي حاجات من الحاجات اللي بتهمني. احكي لي على العروسه الماريونات اللي انت محتفظ بيها في البيت. دي كانت يوم الحفله يا فندم ودي كانت على الستيج وكانوا عاملينها وكانوا مبسوطين بيها قوي عملوها ليلتها وقعدوا سهروا عشان يعملوها. وانا طبعا محتفظ بيها لانها كانت فارقه معايا قوي معايا ومعاهم الحقيقه. ما اعرفش عملوها شكلك بالظبط. انا مش حاسس كده بس هي حلوه يعني هي كانت شكلها حلو. حسب نوع من الفكاهه يعني مش بالظبط كده. ما اتضايقتش يعني. لا خالص بالعكس. خلينا نشوف الجزء بتاع عيد ميلاد دكتور حسين لما الطلبه عملوه. ما بنفتحش عينينا تعبانين ما هم قاعدين مهيصين اهو ترت واحتفالات ما بيعملوش ايه يا فندم؟ بيقعدوا يقولوا لنا احنا على طول من السكاشن لتدريب مش رافضين نتنفس بيحتفل اهو بيعملوا تورته وحفلات يعني طول الوقت الرؤيه ان طلبه الطب يمارسوا انشطه كتيره جدا غير التحصيل العلمي يعني. الحقيقه انا بدور على الكلمه اللي قالها دكتور جابر نصار لما كان بيكرمك. الحقيقة ان هو قال دكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة قال على هامش اجتماع مجلس الجامعة نهدي نقيب الأطباء اللي هو دكتور حسين خيري قبة الجامعة. وبعد ان اثنى رئيس الجامعة على دكتور حسين وشكره على جهده خلال فترة عمادته الكلية قال إلى ما لا نهاية لأنه حكايتك هتتكمل في طبيب أنت درسته إن شاء الله في طالب أنت دربته هتفضل حكاية ممتدة وهيفضل فيها عنصر الخير والجمال والأصالة موجودة إلى ما لا نهاية. دكتور حسين خيري دكتور حسين جزيل نقوم بالأطباء المصريين.
على الأغنام. مكالمات منتصف الليل في معظم الأوقات بتخض. أنا عمر خيرت حالاً لأنه اللحن اتحط ولازم يتبعد بكرة لندن. بس هو ده، أنا بنتي هتغني خالص. فيها حاجة حلوة، حاجة حلوة منك. أول مرة تحكي الحدوتة دي يا ريم؟ لا ده أنا هحكي لك حاجة تانية. غني عن العشاق. عن العشاق. ده العصابة كلها موجودة، كله قاعد لي في الاستوديو مستنيني. ده هما خلاص عايزين. ما درستيش مزيكا خالص؟ الموسيقيين فرحانين فيا على لقطوكي ازاي وادوكي الختم. كلمات منتصف الليل في معظم الأوقات بتخض، بتقلق، إنما في مكالمات في منتصف الليل بتحمل مفاجآت سارة، بتحمل نقطة تحول. اللازمة الموسيقية دي أو المقدمة الموسيقية دي كانت سبب في مكالمة في نص الليل اتعملت لمطربة شابة، يمكن ما غنتش أغاني خاصة لها، إنما صوت رخيم أجش كلمها وقال لها أنا سمعتك من فترة، تعرفي تيجي حالا تغني أغنية أنا ألفتها؟ طب وحالا ليه؟ حالا لأنه اللحن اتحط ولازم يتبعد بكرة لندن وأنا عايزها بصوتك أنت. والصوت ده على قد ما اتخض في نص الليل على قد ما فرح ونزلت وسجلت الأغنية لتصبح واحدة من أحلى وأهم وأقيم الأغنيات اللي اتعملت في السنوات الماضية. فيها حاجة حلوة كانت هدية لصوت هدية اسمه ريهام عبد الحكيم. اتكلم عليكي قبل ما تغني. مصر هي الصبح بدري
مصر بس اللي فيها حاجة صافية ودافية. انت صوتك كل صفاء ودفء. وإذا كان موسيقى عمر خيرت موسيقى فخيمة وعظيمة طبعا. وإذا كان كلام أيمن بهجة قمر يدخل القلب طبعا. فأنت صوتك يا ريهام هو أحق صوت بالأغنية دي، لأنه بالضبط المواصفات والطريقة أو الفكرة بتاعت الأغنية متركبة على صوتك الأصيل الحلو. شهادة نسجلها يا جماعة. لا ده هو دي الحقيقة. ربنا يسلمك. اولا انت طويله النهارده جدا، يعني لابسه كعب 500 سم. الاغنيه العظيمه دي يا ريهام اللي هي شهاده ميلاد حقيقيه دي فعلا كانت مكالمه منتصف الليل؟ ده بعد منتصف الليل كمان. لا احكي لي بالتفصيل بقى. انا هقول لك من الاول بقى. طبعا يعني الكبير قوي الموسيقار الكبير قوي عمر خيرت كنت في حفله خارج مصر وغنيت كالعادة، يعني بغني أم كلثوم وبغني حاجات قديمة وحاجات كده، فكنت بغني أغنية حلم لأم كلثوم. وكان اتفاجئت أن بعد ما خلصت غنى الناس بتسقف وكل حاجة، ولقيت الموسيقار الكبير عمر خيرت راح قايم ومسقف وهو واقف. يعني هو كان في الحضور كده بالصدفة؟ كان في الحضور. لا معزوم، هي حفلة يعني. فوقف وراح سقف. طبعا انا اتخضيت اصلا ان يعني الموسيقار الكبير جدا عمر خيرت يقف ويسقف لي انا يعني. وفرحت جدا 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 وقال لي انت هايله واديني رقم تليفونك انا عايز نبقى على تواصل وحاجات كده، وقلت بيجاملني وبيشجعني وخلاص والموضوع خلص يعني. وفاجئ بعد 3 شهور بمكالمه تليفون بعد منتصف الليل. لا وليكم تلاقي بتفرج على التلفزيون نايمه قاعده يعني ولا حاجه يعني، ما اعرفش كنت بحضر لحاجه بس هي مش فاكره المهم يعني. فلقيت مكالمه تليفون وبيكلمني بيقول لي انا عمر خيرت. فطبعا اتجننت يعني ازاي كده يا فاهلا يا دكتور وازيك وعامل ايه والحاجات دي. وبعدين اكتشفت ان هو بيكلمني عشان فيلم. قال لي بصي يا ريهام احنا دلوقتي بنعمل فيلم للنجم الكبير احمد حلمي بيتكلم عن مصر وبيقول ايجابياتها وسلبياتها وحكى لي القصه، وقال لي بس الحقيقه الفيلم ده هيتبعت لندن وهيرجع في خلال يومين، لازم الفيلم ده يتسلم والاغنيه اللي بكلمك عليها دي يا تلحقيني يا ما تلحقينيش، يعني النهارده لازم تتسجل. جبار. طبعا يعني انا ما كانش في مجال للتفكير اصلا، قلت له انا معاك اللي عايز تعمله اعمله انا تحت امرك يعني. قال لي بس هو الحقيقه مش هنستنى لبكره، احنا هنسجل دلوقتي، انا هبعت لك عربيه وهبعت لك الجايد بتاع الغنوه تسمعيها في العربيه وانت جايه عشان تيجي حافظه. انت اول مره تحكي الحدوته دي يا ريهام. ده حقيقي. يعني الاغنيه العظيمه دي اتعملت ريهام كانت متلهوجه وهي بتسجلها. لا ده انا هحكي لك حاجه ثانيه. في العربيه بقى انا بسمعها عشان اروح اسجلها. سمعتها من احلى ما يمكن، لانها كل الجايد معمول باطفال. الاطفال اللي عاملين حته الكورال بس دي كانوا قايلينها كلها. ايوه من احلى ما يمكن، ملائكيه جدا. فانا رحت قلت للاستاذ عمر طب ما تخليهم هم اللي يقولوها، يعني قايلينها حلو قوي. فقال لي لا ما احنا برضو عايزين حد يغنيها يعني. انت طيبه قوي مش طيب يعني اصلها جميله فعلا كانت يعني رائعه يعني. فدخلت غنيتها وطبعا استاذ حلمي استاذ احمد حلمي كان قاعد، فانا بغني بقى وكده. ده العصابه كلها موجوده كله قاعد لي في الاستوديو مستنيين. هم خلاص عايزين يسلموا هيحكموا عليا وانا. فانا غنيت وكده وبعدين بقول بقى ايه بغني بقى، فاكره ان انا داخله اغني حاجه وطنيه وقويه وبتاع. فلقيت بغني بقى فيها حاجه حلوه وعامله بقى مش عارف ايه. راح احمد حلمي طبعا النجم الكبير قاعد من جوه كده راح قال لي انا انت هايله والله وجميله وكل حاجه، بس انا ليا تعليق، انت مش ملاحظه ان الاغنيه دي بطاطا و وكشري وكده يعني عايزين نفك على الاخر وندلع الغنوه شويه وبتاع. فقلتها بقى بالاداء اللي حصل في الاخر ده ودوم بطاطا سخنه جدا. قال لي هو ده المطلوب للفيلم شويه دول. طب خلينا نفتكر ريهام عبد الحليم، معرفش في كام واحد هنا فاكر دورها وهي بتمثل ام كلثوم او كام واحد في البيت فاكر كان في الحلقات الاول. خلينا نفتكر كده ريهام في مشهد من مسلسل ام كلثوم. انا عارف بس مش انت ام كلثوم. عشان نفسي مكسوره. ما عاش اللي يكسر نفسك. طب قولي مين وشوف انا هتصرف ازاي. لا دي واحده ضيفه عند عزيزه بنت العمده قالت اني ما اعرفش اغني في مصر. واحده ما تفهمش تمشي ورا كلامها.
بقى بعد اللي قاله الشيخ زكريا احمد فيه كلام ينقال. بعد ما خرجت من دوار العمدة يا اسماعيل حسيت ان في حاجة طبق على صدري تخنقني وصوتي تعيش. أفديه إن حافظ الهوى أو ضيع ملك الفؤاد فما عسى أن أصنع. أفديه إن حفظ الهوى أو ضيع كنت في سنة كام في المدرسة؟ يعني كان عندي 13 سنة تقريبا 12 سنة 13 سنة تانية تالتة إعدادي بالظبط كده. الموسيقيين فرحانين فيا على انتوا ليه لما اولنا حي الفرقة يعني ليه فرحانين فيا يعني ليه فرحانين فيك ليه ريهام؟ على فكرة دي السن تقريبا اللي تعرفت على كل أصحابي اللي معانا النهاردة. يعني أنا كمان أصغر كنت من كده بكتير يعني 7 سنين 8 سنين بس في الوقت ده خلاص ابتديت يعني حبايبي دول بقى معايا على طول. كانت صغيرة جدا ولا إيه؟ طيب أنت مثلتي المسلسل ده وأنت في تانية تالتة إعدادي وتعرض وأنت في الجامعة؟ استاذه انعام محمد علي طبعا كانت دقيقه جدا جدا ومصممه ان المسلسل ده يطلع مفهوش هفوه يعني. طب اختاروك ازاي بقى ده يا ريام؟ اولا عندهم ناس دارسه، عندهم اصوات موجوده، عندهم يقدروا يجيبوا بلاي باك، لقطوك ازاي وادوكي الختم؟ هي بصراحه يعني حصل الاختبار كده في التلفزيون واستاذه انعام هي اللي كانت بتختار وبعدين شافتني من ضمن اصوات كتير قوي وقالت لي انا عايزاكي الاول في التمثيل، انت فيكي شبه من ام كلثوم، انا عايزاكي في التمثيل معايا، ارفعي شعرك، نزلي شعرك، وريني رقبتك والحاجات والحاجات دي وختمتني في التمثيل. قالت لي بس ختم الغنى بقى انا هاخدك للاستاذ عمار. فروحت الاستاذ عمار وسمع وقال لها لا معانا خلاص مفيش مشكله يعني. وابتدت بقى البروفات، قعدنا سنه او سنتين بنعمل بروفات. أستاذة إنعام بتعمل معايا وبتعمل مع الفنانة صابرين وكل كاست المسلسل لغاية بقى ما مثلنا وتعرض. طيب احنا في الحلقة دي بنتكلم على حاجات أصلية وحاجات حقيقية وحاجات حلوة ومفيش أصلي قد صناع مسلسل أم كلثوم، إذا كان إنعام محمد علي المخرجة أو عمار الشريعي الموسيقار العظيم الله يرحمه أو القامة الكبيرة اللي اسمها محفوظ عبد الرحمن طبعا. ربنا يديله الصحة وطولة العمر، كل التحية والإعجاب والانحناء للناس اللي عملت العمل العظيم ده. ده حقيقي.
الفاصل هنعرف مين، بعد الفاصل هنعرف مين ريهام عبد الحكيم اول ما طلعت البومها الجديد قالت انا بهديل روح عمار الشريعي. يعني اعطاء لكل ذي حق حقه. في صعوبات بقى كتير. اعملي اغانيكي طلب مبالغ كبيره قوي. معاكي التسجيل؟ للاسف لا. المشاكل دي بقى. لا ما انا برضو عايزه. ليه اللي جاي لك اجنبي عارفه عليه في حته ناقصه، في كلام تاني لازم يتقال. وهي بتحضنك وهو ده اللي جننك. وعمل بقى شويه محاولات ومناورات و بيقول 12 2012 ده هيبقى نهايه العالم. اه هو فعلا كان نهايه العالم بالنسبه لمحمد. قد اللي جاي من عمري بحبك وشوف قد ايه، شوف قد ايه بحبك. موسيقار كبير زي عمار الشريعي عنده انحياز كلثومي، بيعشق حاجة اسمها أم كلثوم وألحانها، وكان حابب وداعم للصوت ريهام عبد الحكيم. الحقيقة أنه طول الوقت كان بيقول لها غني أغاني بتاعتك، بالرغم من إعجابه بصوتها في أدائها لأم كلثوم، إلا أنه كان دايما بيصر بيقول لك ما تبقيش قاعدة كده على الكنبة ولازم يبقى عندك اعملي حاجة. اه اعملي أغانيكي. ده حقيقي. عشان كده لما طلعتي أول ألبوم فكرتي فيه؟ طبعا فكرت في استاذ عمار، لان زي ما حضرتك قلتي اعطاء كل ذي حق حقه. هي يعني حياتي مع استاذ عمار كان ليها فتره كبيره قوي، يعني عشتها مع استاذ عمار وعلمني حاجات كتير، عودني على الغنى وعلى مجال الغنى وازاي اتعامل وازاي اعمل حاجات كده. هو كان ما شاء الله عليه ذكائه فظيع. يعني زي ايه؟ لا ازاي تتعاملي وازاي تتفقي على حفله وازاي تاخدي حقك من غير ما تزعلي حد، وازاي يعني كان الحاجات دي مهارات مالهاش علاقه بالغنى غير الغنى بقى طبعا. يعني الغنى مثلا هو من الناس اللي علموني ان لما تيجي تسمعي بصوت واطي، ما تسمعيش بصوت عالي زي الناس كلها ما هي فاكره علي الكاسيت وبتاع. لا مفيش الكلام ده. استاذ عمار كان بيسمع بصوت واطي جدا ويقول لي هو ده اللي يبين لك صوتك فيه ايه غلط، فتعودت ان انا ابقى زيه. طبعا بيبين حاجات معينه كده، الخساسين الزياده الحاجات دي. يعني علمني برضو حرفيات كده في الغنى، ازاي تكنيك غنى معين، يعني حاجات كتير. يعني كان نفسه طبعا ان انا اعمل اغاني خاصه بيا من زمان قوي، واخر حاجه تقريبا عملها استاذ عمار كانت عمل لي 11 اغنيه كانوا المفروض يتذاعوا من خلال الاذاعه المصريه، وانا كنت اتمنى الحقيقه ان المشروع ده يكمل وللاسف ما كملش. يعني سجلنا ديموهات لكل الاغاني وبعدين حصل عراقيل بقى وحاجات كتير، ما اعرفش ليه الموضوع يعني ده بتاعتك مكملش. ولا بتاعته من كلمات استاذ بهاء الدين محمد كانت والحان استاذ عمار، وكانت معموله مخصوص ليا. يعني كنت متعاقده مع الاذاعه وكان المفروض ما تنفذتش، بس قدرت تنفذيها دلوقتي يا ريهام؟ في صعوبات بقى كتير، يعني حاولت اعمل كده فالطلب مبالغ كبيره قوي ومش عارف يعني انا مش قادره على كده. ولا من مين؟ من جهات كلها يعني. يعني افراد ولا جهات ولا مؤسسات؟ افراد بس. يعني انا اتمنى الحقيقه ان المشروع ده يكمل، يعني اتمنى حتى احياء لذكرى استاذ عمار. يعني اتمنى ان في سنه من السنين في ميعاد ذكرى استاذ عمار نقدم غنوه منهم اغنيتين. بصي يعني انا يعني ما اقدرش اتدخل في جوانب ماديه او تعاقديه. لا اكيد هيحصل، اكيد هيحصل، بس اقدر اتدخل في حاجه تانية. انا عارفه قد ايه عقليه ونفس وروح السيده ميرفت القفاص طبعا، زوجة وارمله الفنان عمار الشريعي. بالظبط كده. وعارفه قد ايه هي بتحبه طبعا، ومصره ان هو دايما يفضل في المكان اللائق طول الوقت، وعارفه قد ايه هي بتحب كل حاجه حلوه.
أعتقد أنه سيدة ميرفت القفاص ممكن تلعب دور إيجابي في الموضوع ده. جدا أكيد، وأنا من دواعي فخري الحقيقة أن أستاذ عمار قبل ما يتوفاه الله يعني كان قال كذا اسم مطرب، ومش كتار، هم قليلين الحقيقة. وقال الناس دي لو طلبت أي أغنية من أغنية ياخدوها. معك التسجيل؟ للأسف لا، بس أنا اسمع يعني الكلام ده اتقال لي من كذا حد، فأنا متأكدة من الكلام ده. طيب خلينا يعني أولا عبر الشاشة أنا بدعو أو بستسمح سيدة ميرفت القفاص إن هي تراجع الموضوع ده مع ريحان جدا يعني. وعلى المستوى الشخصي أنا هكلمها لأنه دي منفعة مشتركة إن إحنا دايما نعيد اكتشاف فنانين، وبالذات لما يبقى عندهم حاجات ما تعرضتش. يعني كل التحية لمدام ميرفت مقدما. ايه ده؟ انت هتطلعي من الحلقه دي بعد البوم وحلقه جامده جدا، دعايه فظيعه. لا ان شاء الله ربنا يوفقك. طيب عملتي كذا اغنيه حلوه قوي في الالبوم يا ريهام. انا عجبتني قوي اغنيه هتحس بامتي. ايوه اشرحي لي بقى كلامها كده وغنيها لي برضو زي ما انت عايزه، بس الاول اشرحي لي كلامها ومعناها. طيب أنا الأول عايز أشكر طبعا جدا الشاعر أحمد شتا، هو اللي كاتب هتحس بإمتي، وهو باعترافه يعني هو بيحب الأغنية دي قوي، بيقول إن هو يعني بيعتبرها من أحلى الأغاني اللي عملها. وهو تاريخه كبير قوي يعني، فلما يقول حاجة زي كده أنا ليا الشرف طبعا. وهي ألحان طبعا أستاذ وليد منير. معانا أستاذ وليد منير، أحييه تحية كبيرة جدا. هو مدحنك أغاني كتيرة صح؟ وعمل أغاني كتيرة المطربين كتار. أنا مش عارف بقى أنت جاي يعني تستمتع بصوت ريهام ولا جاي تراقب أداء ريهام؟ الاثنين. طب خدي بالك ده المراقب على الألبوم جودة. كله مراقب الجودة بتاع الألبوم كله يعني. أيزو بالظبط يعني. أستاذ وليد الحقيقة من أكتر الناس اللي شجعتني على فكرة أني أعمل الألبوم، وبيزق بقى طول الوقت يعني اعملي اتحركي نكلم فلان نعمل فلان. وهو الحقيقة لأن الألبوم تزامن مع أن أنا كنت حامل في بنوتي هنا، فكنت بقى إيه. هنا عندها كم شهر دلوقتي؟ سنة؟ عندها سنة وشهرين. سنة وشهرين، ربنا يحميها ربنا يخليك. فكنت أنا بقى في حتة تانية خالص، ولا عمال أفكر في الغنى ولا الكلام ده خالص، حامل بقى وتعبانة، وأستاذ وليد بقى هو اللي عمال يجيب لي لحن من هنا ويشوف كلمات هنا، ويعني بصراحة عمل ما هو كل كمان. معلش أنت مزعجة يعني. أنا هقوله يعني. اشتغل يا ريهام، أصل أنا بذاكر، أصل أنا في الجامعة، أصل أنا بحب، أصل أنا بتجوز، أصل أنا بخلف. ما هو كمان يعني مأجلة حياتي كلها تقريبا. ما أعرفش لحد إمتى يعني. ابتديت أهو، ابتديت أهو. قولي لنا بقى هتحس بإمتى؟ We'll be right back.
حلو. مين بقى اللي بيقول للتاني انت وجوزك هتحسي بامتي، انت ولا هو؟ ليه المشاكل دي بقى؟ لا ما انا برضو عايزه افهم يعني. انا شفت ليكي فيديو في فرحك كنت منطلقه بقى و يعني انطلقت على الاخر مره واحده كده قمه الانطلاق. احكي لي شويه عن جوازك وقصه حبك وكده يعني. والله محمد منصور قصه سريعه جدا جت كده نصيب فعلا، دي يعني زي ما بيقولوا نصيب. ايه ده انت مكلبشه جوزك؟ انا حبساه في البيت عندي. جامده جدا. يعني الحقيقه هي قصه سريعه ولكن كانت جميله جدا. ومحمد بيحب الفن قوي وبيحب التمثيل وبيحب الغنى وبيحب التصوير، هواياته متعدده جدا. انما شغله له علاقه بالفن؟ لا خالص، هو بانكر بيشتغل في بنك، بس عنده هوايات بقى فنيه كتير يعني، فبيقدر الفن جدا وبيحب الفن. والغريب ان هو ملوش اي علاقه بالفن والاوبرا وكده، ولكن انا برضو عرفته في الاوبرا يعني كان لينا اصدقاء مشتركين كتير في فرقه استاذ خالد جلال في الاوبرا، ابداع مركز الابداع الفني بالظبط، وعمل بقى شويه محاولات ومناورات طب عشان خاطري احضري معايا بس مسرحيه، طب عشان خاطري مش عارف ايه. فلا انا ما بخرجش مع حد، انا ما بروحش مش عارف ايه والكلام اللي بنقوله كلنا ده. ايه اللي بنقوله كلنا يعني؟ بنكذب يعني؟ لا مش بنكذب. بس لو يعني بنخرج بقى لا يعني حتى لو مستعده تخرجي هتقولي لا ما بخرجش. ده اكيد. ففي الاخر اللي خلاني يعني اقول اوكي يعني ان انا قلت طيب احنا اصدقائنا مشتركين يعني، انا عرفت ان في ناس كتير من اصحابه هم اصحابي، فقلت يعني يوم ما يحصل حاجه هسيبهم عليه بقى يعني. وبعدين ده في بيتي في الاوبرا مش هيعرف يعمل حاجه يعني. صح ده هو اللي في موقف حرج. بالظبط يعني انا في الكومفورت زون بتاعتي زي ما بيقولوا يعني. بس ورحنا فعلا ولقيته شخصيه كل مسرحيه صحيح. جابت مسرحيه والحفله جابت حفله، هم مسرحيتين ما لحقناش على طول. دخل في المفيد بقى وعايزه اتقدم والحاجات دي وحصل يعني الحمد لله. وايه بقى 12/12/2012 ده تاريخ ايه بالظبط؟ تاريخ الفرح ولا قصه يعني؟ انا بالنسبه لي البدله الزرقاء كوميديه الحقيقه. يعني هو عيد ميلاد محمد 12/12 يعني طبعا 80 سنه 80 ولكن هو 12/12 وانا من الناس اللي بتفائل بالارقام قوي يعني، بحب الارقام الحلوه والحاجات دي. فاحنا اوريدي كنا بنجهز لجوازنا في اخر السنه وكده، فقلت له طب احنا داخلين على عيد ميلادك وهيبقى 12/12/2012 كمان، فقلت نعمله في التاريخ ده وكده ويبقى مناسبه لطيفه. فاكره كانوا بيقولوا 12/12/2012 ده هيبقى نهايه العالم. هو فعلا كان نهايه العالم بالنسبه لمحمد. كان نهايه العالم بالنسبه لمحمد وبالنسبه لي قضوا عليا. يا جماعه انا بهزر والله. فعلا كانوا عمالين بيقولوا ده نهايه العالم. ايوه صح كده. وبعدين اللي يضحك بقى ان احنا عملنا كل ده عشان تبقى مناسبه عيد ميلاده ومتزامنه مع عيد جوازنا والكلام ده. وبعدين في الفرح كنت متفقه مع الدي جي ان هم هيقولوا له كل سنه وانت طيب واقدم له بقى حاجه حلوه كده واغني له، ولا الهوى ولا حد افتكر عيد الميلاد ولا اي حاجه. وجي بعديها بقى بيومين ثلاثه كده قال لي صدقني انت شخصيا ما افتكرتيش عيد ميلادي. قلت له ما خلاص بقى الفرح اهم يعني. انا خدت بغرضي خلاص. مستغله جدا. ايوه. ولا جبنا سيره الفرح ولا عيد ميلادي ولا عيد ميلادي. طب يا ستي معلش يعني. احنا دلوقتي عندنا فرصه ذهبيه ان احنا نعوض غلطتك يوم 12/12/2012. غني اغنيه لمحمد اللي كان ممكن تغنيها له في الفرح. طب اقول له ايه بس؟ انت حتى مكسله تقولي له حاجه يا ريهام؟ لا والله بالعكس. لا ايه اللي كان ممكن تغنيه له في الفرح؟ غنيه له دلوقتي. ممكن مثلا اقول له من غير فرقه ولا حاجه يعني، حاجه كده ايه بتعبر عن مشاعرك ناحيته. وبحبك والله بحبك والله بحبك قد العيون سوق بحبك. Oh.
تصلح غلطتها اللي حصلت من 3 سنين. اهو ده ذللني والله لغايه دلوقتي. لا خلاص بقى، ده عدد الناس اللي بتشوفي كنت بتغني له دلوقتي اكتر بكتير من عزيم الفرح. ده حقيقي، فهو بجد خلاص كده. وبعدين هو بيسلم على حضرتك قوي مدام منى. الله يسلمك ويسلمك. اشكرك. دلوقتي لما جيتوا عملتوا اغنيه بالورقه والقلم، خدتيني كم قلم؟ 100 قلم. خدتيني 100 قلم. انا شفت فيكي مرمطه وعرفت مين اللي اتظلم. وعرفت مين اللي اتظلم. لما جيتوا سجلتوا الاغنيه دي سجلتوا حاجه؟ صح. ولما جيتوا بعد كده بعد ما الفيلم خلص عملتوا حاجه تانية. دي حقيقه. ايه بقى؟ ايه الفرق ما بين الاغنيه اللي موجوده في الفيلم والاغنيه، وليه في فرق؟ ليه مختلفين عن بعض؟ هو احنا بعد ما خلصنا اغنيه فيها حاجه حلوه، استاذ احمد حلمي قال ان في اغنيه تانية عايزين نعملها، وتعالوا نفكر سوا كده. هي اغنيه دراميه في وسط الفيلم لما بيتعرض بقى لكل المشاكل اللي بتواجهه في مصر، فهو بي بي بينهار نفسيا وبيتضرب وفي المظاهره والحاجات دي، فلازم تتعمل اغنيه هنا في الوقت ده. وبرده في يوم اتعملت اغنيه بالورقه والقلم، الشاعره اللي انا بعتبرها شاعره كبيره جدا جدا جدا، نور عبد الله، هي اللي عامله طبعا ما شربتش من نيلها كمان. للفنانه الجميله شيرين، وهي طبعًا وطنيه قوي نور، يعني تاخدي منها احلى كلام على مصر يعني. ولحنها طبعا الملحن الجميل جدا محمد يحيى. وعلى طول عملناها برده. طيب يعني عملتوها وكانت قد بقى كده مذهب وكوبليه واحد واتذاعت في الفيلم. لا طب يعني دلوقتي هتغني لنا اللي اتحطت في الفيلم وبعد كده تقول لنا الاضافه. نمشي خطوه خطوه. خطوه خطوه بالراحه. انتوا معانا ها؟ بالظبط كده. ايه اللي حصل بقى بعدها؟ نجحت الاغنيه وابتدى الشباب على الانترنت ينزلوها على فيديوهات من تصويرهم، يعني بقوا يجمعوا مشاهد من الثوره ومن الاحداث اللي كانت بتحصل في الوقت ده، وبقوا ينزلوها بمليون فيديو مختلفين عن بعض. ونجحت جدا، فاحنا حسينا ان لا يعني محتاجين نقول
كلام تاني، في حته ناقصه، في كلام تاني لازم يتقال يعني. فعملنا كوبليه تاني. يعني ما هو الكوبليه ما كانش مكتوب قبل كده وانتوا استغنيتوا عنه، ده انتوا الفتوه. لا لا لا، ما كانش معمول، عملناه بعد كده. مين كان صاحب الفكره بقى ان الاغنيه دي ناقصها حته لازم تكمل؟ والله هو استاذ محمد يحيى كلمني الحقيقه ونور وقالوا لي ما تيجي نعمل كده، يعني تعالوا نزود الغنوه لان ناجحه مع الناس. وفعلا الكلام تحسيه ما كملش غير بالكمان الكوبليه ده. فكملت وقلت ايه بقى يا ريهام؟ يلا بينا. اسمعي بقى، الواحد يسمع الكوبليه التاني يفهم يعني ايه الكوس اتقفل. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنشوف اول فيديو كليب تعمله ريهام عبد الحكيم، مصور بقى من ألبومها الجديد. احنا نقدم مفاجأة للجمهور وللناس اللي بتتابع ريهام عبد الحكيم. غني عن العشاق. ريهام عبد الحكيم هترجع صورة وشكلا وازياء وغناء، وهتؤدي دور سلامة. تعالي يا سلامة. يبوس القدم ويبدي الندم على غلطته في حق الغنم. يبوس القدم وابدي الندم على غلطتي في حق الغنم. عاشق سارح في الملكوت، ما يهموش العمر يفوت، يدفع في الحريه حياته لو كتب لحظه بتحب
دلوقتي انت في حفلاتك بتعملي حفلات حلوه قوي والناس بتحب صوتك قوي ودايما بتبقى طمعانه وعشمانه ان هي تسمع كل الاغاني اللي بتحبها بصوت ريهام عبد الحكيم. عايز اسمع منك حاجه لعفاف راضي، لان قالوا لي انت بتغني لها اغنيه بتغنيها حلوه قوي وانا ما سمعتكيش قبل كده بتغنيها لعفاف راضي. نقولها قولي.
فكريني كده يا ريهام، دي ألحان عمار الشريعي طبعا. كلمات مين بقى فكريني؟ سيد حجاب مثلا؟ أستاذ سيد حجاب، هي شكلها كده سيد حجاب يعني، ده دي كلمته ورقته نبقى نراجع بقى الموضوع ده، بس هو أستاذ حجاب متهيألي. خلينا نختم الجزء ده بخالد بأغنية خاتم سليمان عشان بعد كده احنا نقدم مفاجأة للجمهور وللناس اللي بتتابع ريهام عبد الحكيم. يعني بعد الفاصل هيبقى فيه بقى أداء تاني خالص، أداء ملوش علاقة باللي فات. سمعينا خاتم سليمان اللي كلامها كمان كلامها حلو قوي، وبعد كده نطلع الفاصل. يلا احنا هناخد ريهام عبد الحكيم ونرجعها لايام الدولة الأموية حيث كانت مجالس الاستماع والسمر في قصور الأغنياء. ريهام عبد الحكيم هترجع صورة وشكلا وأزياء وغناء، وهتؤدي دور سلامة الجارية ذات الصوت الحسن وذات الكرامة التي أبت إهانة ستيفان روستي في الفيلم. بعد الفيلم بعد الفاصل. المشهد ده هو المشهد اللي تخيله بيرم التونسي. وين يا ابن سهيل راعية الغنم؟ لكل مجام سلام وكلام، سلام الله
على الأغنام. غني عن العشاق. المفروض دلوقتي في أجواء منزل ابن سهيل. الحكاية بتقول إنه في جارية كانت تدعى سلامة، وكانت في أيام الدولة الأموية، اشتراها أحد الخلفاء الراشدين، وكانت هناك قصة حب عذري بين سلامة وبين أحد العابدين خلت الناس تحكي وتتحاكى بهذه الحكاية زمنا طويلا، لحد ما جه علي أحمد باكثير وكتب القصة كاملة. القصة دي فيما بعد تحولت لفيلم سينمائي في بدايات الأربعينات. إحنا بنتكلم في أجواء لها علاقة بالعشق والغناء والتلحين، لأنه سلامة ما كانش بس صوتها حلو كما تقول الحكاية، إنما كانت تعزف وتلحن. المشهد ده هو المشهد اللي تخيله ديرم التونسي، بأنه سلامة لم يكن يعرفها أحد وكانوا يسخرون منها لأنها راعية غنم بتمشي وراء الأغنام، فاستصعبت أن تسمع السخرية بنفسها، فعلمت ابن أبي ربيعة درسا ولكن بالصوت الحلو. أقدم لكم سلامة أو ريهام عبد الحكيم في أغنية أو أوبريت من أجبل الأوبريتات اللي كتبت في السينما، وتحديدا من إيدين ديرم التونسي. وين يا ابن سهيل راعية الغنم؟ تعالي يا سلام. ما قلت لكم رعاية الغنم؟ لكل مقام سلام وكلام، سلام الله على الأغنام، سلام الله على الأغنام. اقعدي مع الأغنام أنا قايم. تقولوا معاي على الهربة بتهرب ليش من الرعاية؟ سبناها وكم بالعصا ضربناها، لقينا الغنم تحب الطرب، ولو تنشتم ولو تنضرب فلا فحلها قليل الأدب، ولا كبشها سريع الغضب. سلام الله على الأغنام، سلام الله على الأغنام. عودي يا سلام عودي. يبوس القدم ويبذي الندم على غلطته في حق الغنم، يبوس القدم ويبذي الندم على غلطته في حق الغنم. أبوس القدم وأبدي الندم على غلطتي في حق الغنم. ها هو رضاك يا سلامة، هيا رضينا وتروبينا. وإيش أغني لهم؟ غني 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 عن العشاق. عن العشاق؟ Uh-oh.
سلامة. لا المرة دي بقى أنا اللي عايزة أشكرك، يعني يا جماعة دي كانت فكرة أستاذة منى الشاذلي، ملوش علاقة بالفكرة بجد. أنا اتبسطت جدا، يعني أغنية جميلة وبحبها من زمان جدا. ريهام، ريهام صوت أصلي وموهبة من ذهب. كلنا في البلد دي لازم نتحمس من غير أي واسطة، من غير ما يبقى في حد بيقولك حاجة، لازم نتحمس للحاجات الأصلية الحلوة. كمان لما بتعيد إحياء حاجات أصلية، أنا هأكرر إنه المشهد ده من فيلم سلامة، قصة علي أحمد بكثير وإخراج أحمد بدرخان، وساعتها سنة 44 كان من بطولة أم كلثوم، إنما دلوقتي هو من بطولة ريهام عبد الحكيم. كما أخص بالذكر شكر ابن سهيل وابن أبي ربيعة اللي أضافوا للمشهد وللغنى. ريهام عبد الحكيم بشكرك. ألف شكر، يعني بحييكي جدا وبحبك جدا، بس تحية بقى كبيرة جدا لجمهور حضرتك. ده هما ساعدوا وردوا عليكي. شكرين جدا على الحتة بتاعت إيه؟ بتهرب ليش من الرعايه، الناس شاركت برضو في المشهد. لا يعني في المزيكا مية مية والله. ده مكانك الصحيح، وان شاء الله توصلي للمكانه اللي يستاهلها صوتك وموهبتك. ربنا يخليكي. شكرا جزيل وشكرا لحضراتكم. شكرا يا سلامه.